على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمع بس ما بكيتي. هذا وهم أعيان كل قبيلة في الناس لما عددوا الأعيان، وإذا القبائل عددت أقرانها كانوا على أقرانها أقرانا. واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها ميدانا، واليوم أسأل عنهم السمر التي صارت رؤوسهم لها تيجانا، واليوم أسأل عنهم البيض التي صارت نحورهم لها يا أجفانا. لي أخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران، يا أنا بنت من، أنا أخت من، أنا من أنا إن أنصف الدهر الذي عادانا. أحسين سلواني علي محرم أم بعد فقدك أعرف سلوانا؟ أيامنا في طولها كسنيننا، حزنا عليك وصبحنا كمسانا. القوم قد عزموا الرحيل، فمن ترى يحمي يتامانا ومن يرعانا؟ يعز عليكم يا غيارى، هذه الليلة ظلت تجود بروحها زينب حزينة تنادي عسمتنا، يا ولا للشام يا حسين والله سفرتي القشرة بيني وبينك يا خليصي فرق قلبي. وويلاه وحسينا، وشوف ناس ما يقرون ويانا إن شاء الله بهالماتم يعلو صوتهم، أنا جاي أذكرهم زينب، وزينب أغلى علي وعليكم من عوائلنا جميعا، لولا أعود عليك البيت وإن شاء الله الماتم تزلزل إلي بالونة مالتك. ها ظلت تجود بروحها يا زينب حزينة تنادي عسمتنا، يا ولا للشام يا حسين والله سفرتي القشرة
بيني وبينك يا خليصي فرق قلبي. خويا 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 يا ابو علي خويا الهضم والضايم من بعدك علانة بالشام يا ابن امي اشبعت ضيم ومهان. ارفع صوتك يا الذي تكسر اسنان. اين الصارخون حسين عن ثغر خي ذابت قلوب النساوي. وويلا وويلا يا اختي لو شفت الحجار سكني صبري شفت عصاتي زيد تلعب فوق ثغري. نادت عسل بقل ذاك اليوم عمري ولا شوف كيف اهل الغدور بيني تشفوا. لكن الامر لله والعاقبة للمتقين. ملكنا فكان العافو منا سجية. ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى. وطالما كنا عن الأسرى نعفو ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا. فكل إناء بالذي فيه ينضح أهل بيت طهروا من دنس. ولهم في الحشر أعلى درجات فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. حماكم الله يا شيعة أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله علي بالعودة تحت هذا السقف والظل الظليل الذي بني على تقوى الله وحب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين لكي نكون من الجهة التي ترضي الله. هذه الليلة بداية مجلسي في هذه العشرة التي ستكتب وتسجل وتستنسخ عند الله سبحانه وتعالى وترونها في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتكلم الليلة عن العقيدة أو عن دخول السبايا إلى الشام. مو تتصور حضورك بهذا المجلس مثل ما واحد يروح يقعد بديوان يقول أجل الماتم. مو كيفك أنت. كثير من الناس الآن فاضين ما يجون الماتم. تريد سعادة هذه. بس أنا لما أسألك حتى نوصل إلى نتيجة، أنت خو تؤمن أن القرآن يعيش مع كل الأزمنة؟ لأنك إذا قلت مثلا أي آية من الآيات تعيش لزمان معين فحسب، معناه أنت عطلت القرآن. القرآن يعيش مع كل الأزمنة. يعني تصوروا لما 14 قرن قبل القرآن قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني اليوم هذه الآية مفعولها مو ساري؟
بلا تحاكيني وتحاكيك زين. قبل 14 قرن القرآن جاي يشير، وإشارة القرآن حية موجودة، جاي يقول هذاني خصمان اختصموا في ربهم. وين الإشارة؟ الإشارة على اليمن. هذاني خصمان، القرآن جاي حاكينا الآن، وين هم الخصمان؟ راجع كل المفسرين يقول هذه الآية نزلت في يوم بدر. الخصمان منو؟ الخصم الأول علي وحمزة وعبيدة رضوان الله عليهما وسلام الله على علي بن أبي طالب. الجهة الثانية منو؟ شيبة وعتبة والوليد. زين ذولا لما ما انقتلوا جهة المشركين اتمثلت هناك بمن الجهة الثانية؟ قد أبو سفيان في قبال رسول الله. مات أبو سفيان وارتحل رسول الله، اتمثلت بمعاوية وعلي بن أبي طالب. مات الإمام علي، صار الجهة معاوية والإمام الحسن. مات الإمام الحسن وراح معاوية، اتمثلت في يزيد والإمام الحسين عليه السلام. وهلما جرى إلى أئمتنا وآل مروان والعباسيين، وحد هذا اليوم متمثلة جهة الحسين وآل بيت الحسين فيك أنت، وذيك الجهة متمثلة بالتكفيريين بالناس اللي يكفروننا احنا الآن، بالناس اللي جاي يدفعوننا ضريبة حب أمير المؤمنين بشتى أنواع ما يسمى بالقتل والقمع والتهجير. مطلع على العراق ايش جاي يصير بي الآن؟ حد اليوم أنا جيت من العراق، ذول الناس الذي نقموا منا حب علي وأولاد علي، شو الله يسوون؟ يسرقون أطفال، يسرقون الأطفال. هذا الطفل بعد ما يأخذ عليه نظرة أنه جاي يفجر له جاي يقتل، هذا الولد مولاي يلغم، يخلوا له لغم يفخخونه ويخلونه أمام شيعة علي بن أبي طالب وعلى الريموت وين ما حبوا يفجرونه. بالله عليك هذا بيا عالم صارت، وما الذي نقموه منا؟ قلتها وأكررها وفي كل مكان، شوفوا اليهود التموا وسووا دولة، ترى ذول ما كان عندهم دولة، التموا عرب وعجم واسود وأبيض، جمعتهم شيء اسمه يهودية وتآلفوا. النصارى مالين الموصل لما طلعوا شايلين الصليب، البلاد الأوروبية كلها دزت عليهم، تعالوا ليش ما تربطهم وياهم لغة؟ وإنما ظهروا حبهم للصليب ولعيسى. فإنك أنت المسلم تروح تظهر حب آل نبيك في بلدان الإسلام، شلون تقابل؟ كأنهم نسوا أن حب آل رسول الله هو دين، فقد قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. عمي حمد الله واشكروه وترحموا على أبهاتكم لأنكم ولدتم على الفطرة، وهاي النطفة الطيبة واللقمة الحلال خلت منكم شيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وإلا في كثير من الناس الآن جاي يحاربون الفكر الحسيني والفكر العلوي، وهذان خصمان. لا زال الآية إلها مفعول، خصم متمثل لجهة تتبع يزيد، وخصم الآخر لجهة تستنكر ما فعله يزيد. هسه لما تشوف لك واحد انت راح يقول لك انا احب الحسين، احب آل الحسين، على كيفك تحبهم. اللي يحب يخلي علامة حتى الناس تشوفها، علامة حبنا للحسين هذا استنكارنا،
استنكارنا لقتل الحسين، انت تعال استنكر مثلنا، اسمو الا بمآتمنا. يعني مثل ما احنا هاي منابرنا استخدمناها في الشهر محرم للدفاع عن الحسين وما جرى عليه وقتله، منابر رسول الله التي يؤذن عليها ويخطب عليها جمعة في بلاد المسلمين يدافع بها عن يزيد بن معاوية. قل لي شي ضرك؟ أنا ما يضرني، أنا ما يضرني، هذا يغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله. الدفاع عن يزيد يغيظ رسول الله، لأن لا زالت إخواني فكرة الأمويين تسود المسلمين. أكثر المسلمين لا زال اليوم بعدهم يدافعون عن يزيد بن معاوية. هذا دين؟ الدين براء ولا؟ يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر. كنت تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، ما يمكن تحب يزيد وتحب الحسين يا أخي. تتبرأ وتحب، إذا تحب الحسين وتحب قاتله ما يصير. ثم إذا تستنكر علي تقول لي منو اللي يتجوز لك أن أنك تذكر مقتل الحسين سنويا؟ سنويا احنا مقصرين سنويا، والله والله احنا كن كل يوم نذكر مقتل الحسين، كل يوم قليل. قل لي منين جبت القرآن؟ يقول عمي القرآن إلى وقت يقرأ لو كل لحظة يقرأ، ها يتلى آناء الليل وأطراف النهار. القرآن خلاني أتعبد، قتل أصحاب الأخدود، مؤمنين قتلوا، كل ساعة جاي يقول لي قتل أصحاب الأخدود. في سورة المائدة كل لحظة كنت تقرأ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما مقتل هابيل ابن آدم. ممنوع علي أنا أذكر مقتل ابن بنت رسول الله؟ ثم هذا مطالبة بذحول الأنبياء. اقرأوا في سورة الشمس، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. شنو هاي؟ ناقة النبي صالح أقرت لهذا اليوم الله يطالب بيها، وابن بيت رسول الله ما نطالب له؟ لا زالت الأمة تخطئ الحسين. يدمي القلب وينتابك كل الأسى عندما تسمع رجل ممن يدعي أنه من أهل العلم يصعد على المنبر. شوف شو يقول، أدري هالكلام يجرحكم بس لا باس تطلعون عليه اللي ربما غايب عليكم. يقول احنا ما عندنا شيء اسمه معصوم، مو مثل ذول الروافض. طبعا هو ما قرر حكى علينا غلط، بس انا ما اقول تكلم من المنبر، هذا ديدنا طبعا. الغلط الغلط لغة العاجزين، احنا حاجينا جايين حاجيك بالقرآن، احنا جايين نقول لك لما ما تريد تبرئ يزيد واي قاتل، والله هذا طعن بالعدل الالهي. اي واحد مهما كانت سمته وشخصيته بالمجتمع اذا يعتدي علي يقتلني، شو وجب علي الدين؟ قصاص لولا؟ هذا بعد ما يقبل غلط. زين انت ايها المسلم عندك في كتبك في صحاحك ان اكو ناس مجرمين وقتله، شلون تترضى عليهم تترحم عليهم؟ لا تترحم عليهم وتدري قاتل، هذا طعن بالعدل الالهي. فقد قال عز من قائل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قاتل خالدا فيها. اقرب الله من اللي قتل حجر بن عدي وميثم التمار ورشيد الهجري وعمار بن ياسر ومحمد بن ابي بكر ومالك الأشتر والحسين بن علي؟ بعد أعدد لك في مفردات لربما إذا أذكرها تثير المشاعر، بس اقروا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه البدري الذي شهد بدر، اسم عمرو بن الحمق الخزاعي، قتلوا الأمويين. ليش قتلوا؟ صحابي ليش قتلوا؟ ما أننا نتساءل؟ وحتى تعرفون أن الحسين الآن لربما أنا يشتت ذهني، لأن عندي كلمة أرد أجمعها أرد أقولها. سيدي هالليلة
تنجرح المسلمين لما يسمعون أن بناتك وأخواتك دخلا للشام، وانت تقول شاء الله أن يراهن سبايا. بعد ليش احنا نتأذى إذا الله شاء؟ ليش نتأذون بشي؟ هنا المفردة. تدرون هذا الصحابي عمرو بن الحمق لما قتلوا الأمويين شلون حصلوا قتلوا؟ هو كان هارب، شارد من الأمويين. سووا؟ راحوا لبيته وأسروا زوجته، أسروا زوجته وسجنوها، والغيور هددوه بزوجته، قالوا ها تجينا لو ناخذ تدابير اللي نريدها. الغيور شو يسوي؟ حضر نفسه وقتلوه، وأول راس رفعوه على الرمح بالإسلام هو راس هذا الرجل عمرو بن الحمق الخزاعي. الحسين قال إذا ما أخذ بناتي وخواتي وياي راح يكررون معاي ذيك العملية مالت عمرو بن الحمق، لكن أنا أخذهم معاي حد الإمكان، إذا أنا موجود ما حد يدنو إلهم، وهم بالحالتين أخليهن بالبيت لو أجيبهن معاي يسبونهن. مشيئة الله اقتضت بسبي زينب وعيالي أن تتضح حقيقة الأمويين عند الناس اللي واعين اللي عقلهم يشتغل مو معطلين عقولهم. أنا أرد أشير إشارة، والله هدف من هذا الكلام بس الدفاع عن حريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا أخوان، إحنا ما نسمح لأنفسنا حتى ما نذكر حرب الجمل على منابرنا. ليش؟ لربما نقول تصير استفزازات وتثير بعض المشاعر، وخاف تكون بهالكلام إساءة بل لزوج النبي صلى الله عليه وآله. زين، خلي أسألك مولاي، هذا احنا نتنازل عنه وما نذكره بينما أنه الحق مع علي بن أبي طالب. ماكو واحد يطالب لبنت الخليفة الرابع سبوها من بلد إلى بلد، غير انتو اعتاديتوا تسمعون هذا الكلام. هذا كلام مو سهل. زينب بنت علي تسبى؟ انت يا الغيور بهذا عصر النور تأمن عيالك تطلع الواحدة تقطع مسافة 1000 كيلو؟ زينب بنت علي أخذوها مسبية؟ هذا مو هين على الله أيها الأحبة، مو هين. يمكن الناس عندها الأيام من تمر القضية تصير سهلة، لكن الله فوق الزمان فوق المكان. الله ما عنده شيء أكل عليه الدهر وشرب، لا، الله عند الكرامة أهم من كل شيء. القدسية اللي انداست قدسية آل البيت عليهم السلام. فصلوات الله وسلامه عليكم يا آل بيت رسول الله. احنا نتساءل نقول لما ما تريد تقول هذا الرجل القاتل تترضى وتترحم عليه، هذا طعن بالعدل الإلهي، ما يجوز لك، عليك أن تتأنى. يقول رب العالمين ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت شو تقول؟ أكو رجل في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله هذا كان يسب النبي، النبي أمر بقتله، شد عليه أسامة بن زيد بطل، شرد من عنده حاصره بمكان، ذاك التجا بعد من لا شارة شال إيده قال لا إله إلا الله اقتله. النبي أمر بقتله وهذا شد عليه وقتله، جاب راسه للنبي، النبي كل حزن التفت له، بنا النبي شجع عاين لرسول الله قال قتلته بعد أن قالها، بعد ما أن قال لا إله إلا الله قتلته؟ قال له مولاي قالها بلسانه. قال له وهل اطلعت على قلبه؟ هذا مسلم صار ما لك تقتله بأمر المصطفى، ودر ذاك التجأ لأن يسلم حتى لا يقتل، والنبي ما رضى.
والأمة الإسلامية تترضى على ناس قتل، قتل لحفاظ القرآن، قتل لآل رسول الله. احنا شو نسمع بس بوقعة كربلاء وأهميتها بناك بس كربلاء؟ عمي صارت حوادث بعد كربلاء، يحيى بن زيد وثورته، ويحيى وزيد بن علي عليهما السلام، ووقعة فخ وغيرها. مولاي بس ما صار بها 7 نسوان، حرق بيوت، قطعوا الرؤوس، شالوها على الرماح، افتروا بها البلدان. ما أدري شو يطلبون آل رسول الله. هاي الأمة اللي تدعي حب آل رسول الله، قل لي هاي الأمة شو لها غرض؟ الأمة لا زالت تترضى على قتلتهم، استنكار ماكو، ما تستنكر. والدافع عنهم، لكن اليوم ما تبين الأمور. فقد قال رسول الله: المرء مع من أحب. هاي الدنيا منتهية، ما يدرى يا ساعة من عندنا واحد يطلع. تعرفون قدر حبكم لآل رسول الله؟ قل لي هاي كبيرة؟ لا، القرآن يقول أنا هكذا وجدت أسلوب القرآن. سيقولون 3/4 كلبهم، مو 5/6 كلبهم، 7/8 كلبهم. شنو هاي عمي؟ وين ما قال قال كلبهم، قال ذول أصحاب الكهف تبعهم هذا الكلب. الله شاف مو إنصاف أنه يذكرهم وما يذكره ويبري منهم. وين ما ذكرهم قال كلبهم. سيدي وإحنا عبيد آل رسول الله، غلمانهم، تبرينا منهم يوم القيامة؟ لا بالله عليك، أنتوا اللي تبعتوا آل رسول الله، الله يوم القيامة يبريكم منهم. يوم ندعو كل أناس بمروان واللي يحبه وراء، حجاج بن يوسف واللي يحبه وراء، علي وأولاده واللي يحبهم. شو يقول الحميري؟ فالناس يوم الحشر راياتهم 5، فمنها هالك 4، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. تصور، تصور إذا آل رسول الله فض المحال غلطوا بحق الأمة، الأمة ما كنت تسامحهم بخاطير رسول الله لولا. كيف مولانا أحسنوا ولم يسيئوا؟ ماذا فعلوا بهم؟ يقول الصحابي الجليل سهل بن سعد: دخلت إلى الشام يوم دخول السبايا فرأيت الأسواق معزلة والدكاكين مغلقة والرجال يعايد بعضهم بعضا والنساء تضرب بالدفوف. سألت يا أهل الشام: شنو من عيد عندكم لا نعرفه؟ ما يجاوبوني. وإذا ألح عليهم بالسؤال أسمع الجواب: العيد دخول رأس الخارجي. الخارجي منو؟ ما أسمع جواب. جيت أمشي شفت لي شايب منزوي على الحائط ويبكي، قلت الخبر عنده، دقيت على اجتافه: يا شيخ مما بكاؤك؟ ليش تبكي؟ يقول التفت الي كله ومسح دموعه، قال: ما ابكي. شلون ما تبكي؟ انا بعيني شفتك تبكي، والا اميتك العمي لا تهجم علي بيتي، انا ما كنت ابكي. قلت له: لا تخاف عمي، انا صحابي، انا سهل بن سعد ممن راى رسول الله وسمع حديثه. من قلت له: انا سهل، واذا به صرخ بوجهي، قال: سهل تتعجب من بكائي؟ ولا تتعجب شلون السماء ما تنطبق على الارض؟ قلت له: صاير احكي لي؟
قال ما تدري راس الحسين بن علي على راس الرمح يفترون بي، يفترون بي من بلد. قلت له وين؟ قالوا بعد بناته وخواته مسبيات ومربطينهم بالحبال. قلت له وينهم؟ قال الآن يجيبونهم، لأن أنا راح أذكر لك مفردات توجع. سامحني يا أخوي والله يعينك إن شاء الله. يقول إجيت وقفت شفت الناس واقفة صماطين، إيه الله ينور قبور موتاكم إن شاء الله، صماطين من ناجهة ومن ناجهة، خلق الشام كلها طالعة تتفرج هناك. وإذا إجى الظعن، أول واحد بالظعن رأس الحسين بن علي، مباشرة ورا الظعن زينب بنت علي. وشلون خويا زينب بنت علي؟ ها يقول لهم مربطين ايديها بالحبال والحبل منها الى رقبة الامام زين العابدي. ويلاه ويلاه، انا قبل لا اكمل هالمأساة ارد اقرا بيت واحد. تصيح ضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا والي عندي ولا بلد يم جريب، عني ايش دعوة يا علي مطول الغيب، ما تنجف زينب وياها نساوي. ويلاه ويلاه عليكم مولاي. عقيل ابن ابي طالب كان متزوج بالشام وعنده بنيه، وهالبنيه اجا ولدها اسمه حسين، هي لشرف الامام علي تقول ابوي علي اخوي الحسن اخوي الحسين. رجع مبكر من الدرس، قالت له رجعت؟ قال هي ملبسيني ملابس العيد. قالها ما يجوز يما ماكو عيد اليوم. قالت يما بلا يزيد منتصر على سبايا وخوارج. قالت لي يما انت روح اسأل ذول الخوارج اذا ما عندهم دين تعال البس ملابس العيد. اخوي اتصور شلون يحاكي هاي المرة الكبيرة وهاي الخلق الطالعة. اجا وقف قبال زينب، يا مرة انتم منين؟ عينت لزينب قالت له وانت من تكون؟ قالها انا امي تسولف واسمع من الناس خوالح يود عندي ترفع الراس، وبيهم بطل اسمه العباس وزينب خالتي، زينب خالتي ست النساوي، وعدهم اخيت يوم بيهلها ابد ما عاينت بالشمس ظلها، مشتاقين انا وامي لهلها للعباس واكثر خالي الحسين. قالت لعند امك سلامي اخذ مني راس حسين والعباس ذني، وانا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلني، ولي سليت المصايب ما سلني. رجع الولد وصل يم بيتهم يصيح يما يا يما يا يما تعالي تعالي اخبرنك ترى المذبوح خالي، اين الصارخون حسين؟ طلعت الاخت الولها تصيح هلا بضيفنا لو كان مذبوح مذبوح ودم على الوديان. أرد أقرأ أبيات على مرامكم، ها وياي
صحت أي محنة يا حسين عني شاغلتكم ما كنكم اخواني ولا كني اختكم نصبا علي يا رجالي فارقتكم غصبا عليكم فارقي وغصبا علي. يقول سهل بن سعد اجيت سلمت على زينب قالت ذاك زين العابدين امضي له روح له. اجيت صوب الامام قلت شنو الامام لابس ملابس حمر وصلت يمه قلت له سلام عليكم قال لي عليك السلام عرفتني من الديلم أم من التركي أم من الروم قلت له لا مولاي عرفتك ابن رسول الله منو أنت قلت له أنا سهل خادمكم ابن سعد. يقول من سمع باسمي حبط راسه ودموعه مثل المطر قلت له أفا عليك ها قلت له يا ابن بنت النبي ورب السيادة صار القتل ليكم يا هل هالبيت وانتم كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الأطياء. قال لي لا يا سهل أنا ما أبكي على أبوي مات. سهل تعرف هاي المرة المربطة بالحبال هاي عمتي زينب وهاي أختي سكينة المسبية. سهل أسمعت أذناك ورأت عيناك أن امرأة سبيت لنا قبل هذا اليوم؟ سهل عندك فلوس؟ قلت له أمر مولاي بخدمتك. قلت أمر قال أريد تنطي حامل رأس أبوي حتى يشيل الرأس والوادم يلتهون يعينون الراس ابوي ولا يعينون العماتي واخواتي. قلت له بخدمتك مولاي. فعلت ما شاء الامام جيت له بعد امر علي قال سهل عندك خرقه؟ قلت له امر مولاي. قال تخليها بين الجامعه وبين رقبتي ذبحت نهايه الجامعه. يقول لما لزمتها وخليت بيها هذه الخرقة سال الدم كالميزاب على بدن الإمام وهو يصيح يا ليت أمي لم تلدني ولم أكون يراني يزيد في البلاد أسير. وقفوهم ثلاث ساعات على ولا على باب يزيد بن معاوية. مولاي إيش كثر أكو ناس معزومة من خارج الشام 10,000 نفر ملتم هاي الخلق يردون يتفرجون على عيال رسول الله. يزيد آمر قال دخلوهن علي النساء وحدة وحدة. تعرفون ليش؟ بصالح حطيني السماعة هاي تريد وقفة يا أخويا بارك الله فيك. وويلا يقول أدخلوا النساء وحدة تلو الأخرى يريد يعرف من هي زينب. يسأل مو منو زينب وحدة الطب مرة قال منو هاي كلميني. إلى أن دخلت الرباب زوجة الحسين قال من هذه فلم تجب. رد عليها من هذه فلم تجب. سأل عنها منو قالوا هاي زوجة الحسين. حلفت من بعد الحسين ما تكلم رجل. قال أرد أسمع صوتها ملحيلة. قال لو حلفها برأس الحسين خويا لزم الرأس من كريمته ورفع صح رباب بحق صاحب هذا الرأس كلميني. صاحت يا خايب ما جرت والله مثل هاي مثل هاي أنا حرمة وراس عزي بين عيناي. أيا جور دهري وضيم دنياي يموت حسين وإحنا نظل عدلين. بجت سكنة يا ويلي وبجت الناس بعد بيمن يا خايب أرفع الراس. والله مني راح أبوي ورايا يا
راح أبا. الوادم لما شافوا النساء وقفان وشافوا جلالتهن وهيبتهن، إذا أكو سادة بالماتم أعتذر منهم يا مولاي. واحد قال أنا الآن أجيب لكم الخبر ذولا منين؟ يزيد هب لي تلك الجارية تخدم في بيتي، وأشار على سكينة بنت الحسين. نظرت زينب إلى رأس العباس تقول له أخويا أسولف ضيم قلبي واحكي آلامه، ومن احكي يا اخويا الكم الهامه، يا عباس هذا يقول اريد سكينه خدامه، اين الصارخون حسين؟ صوت ما يرتفع معانا. اخويا هذا يقول اريد سكينه خدامه، وينك يا ابو فاضل ما جنت يمان؟ ولا ولا يا حسين ساعدني اخويا، دبرها زماني وخان بي، ومنين جتني كربلاء وعمت علي، لا تلوم قلبي لو ثقال يا حسين، ولنه جينا بجلالة وبالفضل يبرض عنا، وهاليوم قايد ناقتي يشتم بهن، فرحان شامت بالجراع ليكو علي، وويلاه خويا 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 أنا ببلوتي ما ابتلى إنس ولا جاء، يقولون أيوب ابتلى لكن عليها أيوب زالت محنته وشافها الرحمة، وأنا بلوتي للحشور تسعر علي، وويلاه. بعد اريد بهالابيات، هالابيات لغيركم ما نقراها، طرق البحرانيه والقطيفيه والحساويه لكم ولاهلكم بارك الله فيكم، وانتم عودتونا على هالونة وارحم الصيحه التي كانت لنا. يلا خويا خويا يا ابو علي، متعجبين الناس مني كيف ما ذوب، حزني مثل حزن النبي يوسف ويعقوب، ماني يا اخويا معودة على السير وركوب، واني يا اخويا حسين من هاي الرزية، يقولون يعقوب ابتلى بمفقود الأولاد، ليل ونهار نوح ما فتر ولا هات، عنده 11 محروس والغايب علي عاد، وانا عشيرة ما بقى منهم بجي. العدو سمع صوت زينب وهذا يريد صرخة وصوت منك، رد عليها قال زينب أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا، وعمود خدرك بالفضل شفة قطعنا، أين الصارخون حسين؟ أما الولد الأكبر علي بالخيل دسنا، والقاسم العريس متوسد يمينه، تعبت يا مولاي ماجورين إن شاء الله، واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل، قوم اركب الناقة ذليلة مالك كفي، قوم يا زينب واركبي ظهور المعازي، صوتي ترى مالك محامي يا حزين، ساعة
صوتي باسم من أردتي فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. أنت مسبية على أي حال فألف الصبر والبسي الإغلال. تدري العدو يا حسين ما يرحم عدوا. شوف الشمر يا أبو علي بي يا الله. اللهم وفقنا لكل خير وفقت له محمدا وآل محمد. اللهم حسن عواقبنا، لا تميتنا حتى ترضى عنا. هذا الجمع المؤمن شكوى واحد طالب حاجة وأنت أعلم منهم بنواياهم. ربي أقضي لهم كل حاجة من حوائج الدنيا والدين. من أوصاني بالدعاء لشفاء مريضه ومرضاه، اللهم من عليه بحسن إجابتك يا كريم، وقر الأعين بطلعة الإمام المهدي يا كريم يا الله. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات. على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بجيتي.